في هذه الأجواء المتوترة بين واشنطن وما بين موسكو وبيكن، تحركت البي وان بي لانسر نحو بريطانيا. هذه المقنبلات تحركت نحو بريطانيا وبعدها إلى المحيط الهندي في مجموعتين أوروبية وآسيوية، ضد روسيا وضد الصين. في 6 أكتوبر الجاري 2021 وصلت هذه المجموعة إلى القاعدة البريطانية في فورد، حسب الناطق الرسمي باسم القوات الجوية الأمريكية، بعد أن قامت بطلعات على حد زعمه في البلطيق والبحر الأسود، وهو ما يثبت أن هناك طلعات مؤكدة على الحدود المائية أو ما يسمى بالحدود المائية لروسيا. وفي 18 أكتوبر تحركت هذه المقنبلات إلى دييغو غارسيا في المحيط الهندي مع طائرات 4 للدعم من طراز كاسيميو 35، وصلت لدعم هذه الطائرات المقنبلة. وحسب قائد العمليات للكتيبة 37 الأمريكية روس هوبس، فإن العملية ليست ضد الصين فقط بل لدعم الحلفاء أيضا، وكلهم ضد الصين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. في أكبر تطور من نوعه، تحركت المقنبلات بي وان بي إلى دييغو غارسيا في هذه القاعدة. على وجه التحديد سنجد أن هناك مقنبلات ثم هناك طائرات دعم. كم يصل طائرات الدعم هذه الكاسي 135 إلى 4؟ يعني نحن نتحدث عن ما بين 6 مقنبلات إلى 8 مقنبلات على أقل تقدير، أو في حدود 4 مقنبلات لدعم تايوان. المسألة كما حددنا في وقت سابق، فإن الإجراءات المتجهة نحو خليج تايوان وإمكانية الغزو الجوي كان من الضروري بعد طيران أكثر من 150 طائرة صينية أن يكون هناك رد فعل، ولكن سيكون دائما بالمقنبلات. وجود المقنبلات لدعم الحلفاء كما أشار إلى ذلك هوبس على وجه التحديد، وهو قائد الكتيبة 37، وكان مقصودا أن يكون هذا التصريح من رجل العمليات وليس من تصريحات هكذا عبر إعلامي مؤسسات أمريكية. المقصود هو تحدث الكتيبة 37 من أجل القول مباشرة أن هناك عمليات مباشرة ضد روسيا وضد الصيني دفعة واحدة. وإنما هذه الإجراءات بما سمي بالطلعات، أولا في البلطيق البحر الأسود ومن ثم أيضا المحيط الهندي، كل هذا من أجل القول نحن هنا لا أكثر ولا أقل، لكن المقنبلات في حال تواجدها سيكون طيرانها على وجه التحديد في المحيط الهندي، والحسم على المحيط الهندي والهند، وهذا أساسي جدا، رغم أن الهند رفضت استقبال المقنبلات في هذه المرحلة المتوترة للغاية. إذا نحن نتحدث اليوم عن تطورات وخلاصات في هذه المنطقة ما يسمى بالهندو باسيفيكية، انطلاقا من أكثر من نقطة أو إشارة. أولاها أن الهند الآن في مشاركتها إلى جانب الأمريكيين، هذا إلى حدود اللحظة فهو مستبعد نتيجة الموقف المتوتر أصلا بين بيكن وبين نيودلهي، ولا ترغب نيودلهي في انزلاق الوضع إلى أكثر مما عليه الأمر، لأن مثل هذه الحالة سيؤدي إلى اشتباك بري لا يرغب فيه الجميع على وجه الإطلاق. إذن هذه النقطة الأساسية الأولى. النقطة الأهم أن الأمريكيين في استراتيجيتهم الآن ليس لديهم إدماج الهند ضمن ما يسمى بدعم تايوان والحلفاء. الحلفاء هنا المقصود منهم تماما والراغب فيه خصوصا بالنسبة لبايدن تايوان، حتى لا تتمكن الصين من ابتلاعها. لأن المشكلة اليوم أن الابتلاع الجوي حدث اليوم، لا سيادة لتايوان في أجوائها ولا سيادة لها في بحرها. بقي الأمر متعلقا كما قلت دائما بالقطاع البري وجميع التكتيكات التي استخدمت من طرف الأمريكيين، وهذا ما نقلناه في دي درايف وفي غيره، أكثر من اتجاه يؤكد أن العمليات كلها تكتيكات لحرب برية
استنزافية طويلة الأمد، وهذا الذي يرغب فيه تماما الأمريكي. الصيني من جهته يريد حسم هذا الموقع على وجه التحديد دون الوصول إلى حرب أهلية يريدها الأمريكي، أو حرب طويلة المدى استنزافية على وجه التحديد. لذلك فهو يريد ما يسمى بإسقاط الثمرة بعد إنضاجها، وأهم من كل ذلك هو الوصول مع الأمريكي إلى تسليم الأمريكي بقوة الصين، وأن هذا هو الواضح. ما سمته الخارجية الصينية بالحرف احترام الصين، احترام الصين في وحدتها الترابية على وجه التحديد، وهذا الذي يعني إلحاق تايوان. إن احترام الصين يبدأ ولن ينتهي برد تايوان إلى الصين، هذا أهم ما يمكنه اعتباره أساسا، لأن كما هو معلوم تايوان كانت دائما في مقابل بيكان ولعشرات السنين، ودائما الصين بيكان كانت تحاول جهد الإمكان أن تبني القوة التي تحتوي تايوان، وليس العكس، تريد أن تحتوي تايوان من أجل ابتلاعها. وأهم من كل ذلك إبعاد الأمريكي والوصول إلى قناعة مباشرة بشأنه بأن الأمر على الأقل انتهى، أن the game is over، يعني الوصول إلى أن اللعبة انتهت مع الصين. يريد الصينيون من الآن حسم هذه اللعبة باعتبارها منتهية وينتهي هذا الأمر. لكن بالنسبة للأمريكي يرغب أكثر، في حال، وهنا الخطورة بمكان، هناك مخطط بي. هذا المخطط يناقشه بايدن مع مودي، ويمكن أن تتسلح فيه الهند كالواقع مع أستراليا بتقنيات نووية وبترسانة مفتوحة على الاستخدام النووي من أجل تكريس التوازن مع الصين. ولا يتوقف الأمر عند هذه النقطة على وجه التحديد، بل هناك قدرات أخرى يريد الأمريكي مشاركتها مع الهند. لكن الفشل الذريع في هذه الشراكة الهندية الإسرائيلية الأمريكية ما حدث تماما لفشل تجربة الصواريخ السوبرسونيك في ألاسكا، كان بمثابة ضربة شديدة وصعبة في اليوم الأول من مناورات بدأت في 20 لتنتهي في 29، فانتهت في 24 ساعة الأولى وبرسالتين مباشرتين، لا بخصوص الجزر مارشال ولا أيضا من داخل ألاسكا. وهذا الذي يعني أننا أمام موقعين أعلن فيهما الفشل، لا في الإطلاق ولا في الوصول، يعني ما يسمى بالأهداف. الاثنين النقطتين معا فشلتا، حتى الإطلاق فشل فيه الأمريكيون، وهذا ما يجب التنبيه له. نحن نتحدث اليوم ليس فقط عن تثبيت رؤية أو تثبيت هدف، على الأقل فإن قاعدة الإطلاق كانت ناجحة بشكل مباشر وبالكاميرا في الصين وفي روسيا. قد نشكك في قضية الوصول إلى الهدف ومدى ما يسمى بالضبط، دقة في الوصول إلى الهدف، قد نتفق ونختلف في هذا. المسألة تتعلق في نظري الصيني، وهو الذي يدافع عن الدقة ليس فقط عن الإطلاق بل عن دقته، ويقول أنني جربت ما يسمى بالهبوط الآمن وليس الاستهداف المباشر. لذلك فالأمر هنا مختلف للغاية في إطار التقديرين، لكن الأمريكي واضح لقد فشل في إطلاق صاروخ سوبرسونيك وانتهى الوضع. إذن بالنسبة لما يجري الآن، أن هناك تضعضعا وذهاب نحو القهقرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تقنياتها، ولذلك أتت بالاستخدامات الأخرى من ضمنها B1B. إن كان هذا الحضور بالنسبة للانسر في هذه المنطقة على وجه التحديد ومحاولة الوصول إلى مع تايوان إلى إعادة التدقيق في هذه الزاوية على وجه التحديد، فإن كل الأمور بهذه الزاوية اختلفت، لأن جميع التقديرات الآن تذهب إلى اتجاه آخر، أن القدرات الحالية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي قدرات محدودة في استخدام المقنبلات أو في الأداء المقنبلات.
لأن الطائرات الاعتراضية بالنسبة على الأقل للصين دون ذكر منظومة الدفاعات الجوية ودون ذكر ما يسمى بالطائرات الاعتراضية، الاثنان معا، يعني سلاح الجو اعتراض سلاح الجو واعتراض الدفاع الجوي دون ذكرهما، فإن الأمر بالنسبة للمقابلات لن يكون مؤديا للوصول إلى كامل الأهداف التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية. القدرات الحالية لا تسمح بأي حال للمقابلة بي 1 بي إلا بالأداء الضعيف، لأن إمكانية اليوم عزل البي 1 بي أصبحت ناجزة. ثم ثانيا أن القدرات التي يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للسوبرسونيك وهذه الصواريخ التي يرى الأمريكي أن هناك فقط تجريب وليس تصنيع. الغريب هنا الصدمة، أن الصين كشفت، انظروا إلى أكثر من صحيفة في الصين وبإجماع تجد الخبر، ودائما هكذا في الوضع العام بالنسبة لحزب شيوعي يحكم، فالخبر منقول بطريقة أو بأخرى وخبر واحد يتأكد من خلاله أن السوبرسونيك فيه ما يسمى خط إنتاج. ما كان يعتقد الأمريكي بأن الأمر لا يزال لم يدخل لحق الإنتاج، لا، الصيني بدأ الإنتاج. وهل بدأ أم انتهى قبل التجريب؟ هذا هو السؤال. السؤال اليوم وهذا الغموض الذي تمارسه الصين يتأكد من خلاله أن إمكانية ذهاب الصين إلى أبعد مدى في قضية صناعة الهيكل شيء حتمي وهذا شيء منتهي. بقي الأمر الآن هو بخصوص القدرات بالنسبة لهذه المقابلات في التعاطي مع هجمات مباشرة لطائرات صينية على تايوان. المقنبلات لن تستطيع الأداء إلا بنسبة 15%، وهذا الذي يمكن رده من خلال القصف المباشر للقاعدة وتدميرها كليا. نحن نتحدث عن فارق ما بين 3 دقائق ودقيقة وخمسة وعشرين ثانية، يعني أقصى حد 3 دقائق. وعندما يكون مثل هذا التدمير الكامل بالنسبة لا للمقنبلات ولا للقواعد المنطلقة منها في المحيط الهندي، فإن الوضع يكون أصبح كارثيا بكل امتياز. ثالث مسألة، أننا عندما نرى أن عدم تسخير غوام في هذه الحرب على وجه التحديد والذهاب إلى قاعدة أخرى أقرب للهند وإلى المحيط الهندي، يعني أن حركة الأمريكيين أصبحت معاقة من بعد الضربة التي أصابت وبشكل كبير للغاية وبشكل واسع للغاية الغواصة النووية. إذن جميع هذه القدرات أصبحت واضحة للعيان، وأصبح الأمر أكثر دقة عندما سنجد أن كل ما يجري حالياً يذهب باتجاه شيء مركزي واحد، أن قدرات الولايات المتحدة الأمريكية لا في إطلاق صواريخ سوبرسونيك ولا في استخدام قنبلات سوبرسونيك. الأمريكيون يؤكدون أن هذه العملية بالنسبة على الأقل للطائرات محفوظة للبي 1 بي. المشكل بالنسبة للسوبرسونيك لدى الصينيين ولدى الروس يختلف عما يقوله الأمريكي، وهذا في تفصيل تقني آخر. لكن المهم اليوم أن أداء المقنبلات وصل إلى حدود أن هناك تهديد لقطر، وهذا مهم جدا بالنسبة لهذا الفيديو على وجه التحديد. قطر التي أدمجها الأمريكي في الحرب على الصين من العديد ينطق اليوم الروسي والصيني بأن قاعدة العديد قد تكون هي مباشرة إحدى الأهداف الموجهة، لأن البي 1 بي استخدمت العديد قبل الذهاب مباشرة بعد عودتها من البحر الأسود وقبل الذهاب إلى غاسيا. إذن هنا يصبح الإشكال حقيقيا أمام تهديد صيني واضح، لأن الكل يعتبر الآن قطر خصوصا في اللعب في أفغانستان بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم القصف، الصين تهدد بقصف قطر، وهذا هو الأخطر في كل هذا الفيديو مع هذه التفاصيل. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.